إبراز المرجعية الحاكمة، كما يحق لنا نطالب بحرية الحجاب للمسلمات والمساجد المسلمين فلهم يطالبوا بحرية الكنائس واللباس. هذه دائما تثار هذه الإشكال، ما الجواب عنها؟ إذا قال لك كما أنكم تطالبون بحرية الحجاب أيضا أعطوهم حرية اللباس، تفضل. هذا الجواب صحيح. وجواب الثاني، هذا الجواب بمعنى أننا نقول نحن نرى أن هذا من الحق، هذا صحيح بمسألة معيارية صحيحة. الجواب الثاني تفضل ثور. جميل. أحسن، جميل. إذا نحن نطالبهم ونلزمهم بقيمهم بمرجعيتهم، نقول لهم مثلا أنت لما تمنع تخالف مرجعيتك. إذا قال طيب وأنت، أنا أقول عندي مرجعية، حاكمني بمرجعيتي وأنا أحاسب كذا مرجعيتك. تماما كما أنه هو لو رآني مثلا أعق والدتي مثلا أو استطيل على والدي، يحق له يقول لي لماذا لا تطيع أباك، ولماذا تعصي أمك وتعق والدتك، والله ودينك أمرك بالبر. هل هو جواب مستقيم أقول له عاد وأنت يعني ما شاء الله عليك وعلاقتك بوالدتك يعني نموذج ممتاز؟ سيجيب بكل سهولة أنه مالك علاقة بعلاقتي بوالدي لأن عندي مرجعية أحتكم إليها، حاكمني بقيمي التي أؤمن بها، لكن أنا أحاكمك بقيمك. إما أن تقول هذه قيم أنا لا أعترف بها، أو قل أنها ليست قيم لي، أو بيّن لي وجه التعارض. فقضية أن يحاسب الشخص على قيمه ومرجعيته مهم جدا، لأنه ليس بالضرورة أن تكون قيم ثابتة على جميع الناس.